فيه عينيه حواء، هو في عيني آدم، قالوا لي ليش تعشقي خادم، قلت لهم جو من جوا عشكة ومغلوبة بعيون من جوا. مالون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها، قالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خوضوا عيني شوفوا فيها. أنا هالبنت اللي غرتوا منها حبيتوني باش ننساها، ما نقدر شي نبعد. ما في الله ما عادنا ما نقدرش نبعد عنها، وانا كالحوتة في ماها سمرة عاشق. انا مش محفظة لك كلها، بنساها. تاني 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 واحدة واحدة. الحمد لله على سلامتك يا غالية. الله يسلمك يا حبيبتي. تراك عامل ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن كتير. جدعة. ولسه يا ما هيشوفوا مني. المهم دلوقتي موضوع البوليس اللي جنب امبارح هنا ده معناه ان هاني خلاص بيفرفر، وده هيخليه ممكن يعمل اي حاجة عشان يطول في عمره شوية. خليه يفرفر؟ هاني ده راجل غبي، كان فاكر انه صدر مالوش عيل عشان يخطب داره. غروره عماه. امتى بقى؟ امتى يجي اليوم اللي ناخد فيه طر صقر وقلبي يرتاح؟ انا كلمت ولاد عمي وكل رجاله السوق هيجوا عشان يعملوا الواجب. يعني خلاص نويتي تنفذي اللي اتفقنا عليه؟ نويت يا غاليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبحان. عملت ايه يا ولد عمي؟ في انتظار الاشاره. الله اكبر. تمام، وانت خارج هتلاقيهم حطوا صندوقين دهب في عربيتك. انا عايز اخلص بسرعه زي ما اتفقنا. كله على الله. انا امام الله. بالاذن. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب وهنتحرك امتى؟ في الغالب على بكره الصبح ان شاء الله لما الرجاله يظبطوا. ربنا يسهل. ده مسدس صقر الله يرحمه طار داخل بمسدسه.